السلام عليكم، كنتمنى صحباتي حباباتي تكونوا كاملين بخير. كي دايرين نتوما وليداتكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. ايوا نتمنى هاد الفتره تدوز بخير وعلى خير ان شاء الله، ما يكون غير الخير، غير التزموا بالنصائح اللي قدمت لنا وزاره الصحه وان شاء الله ما يكون غير الخير. احنا جالسين معززين مكرمين في ديورنا، وليداتنا اللي كنا كنتصادعوا معاهم نظف نقا ولاو فاهمين ودايرين كاع اللي خصو يدار، الحمد لله على هذه النعمه وان شاء الله ما يكون غير الخير. اليوم غنديروا اللوبيا البيضاء، نديروا الطبق المغربي المعروف، الطبق الشعبي اللي كيعجب الكبار والصغار، كلشي كيحمق عليه، ما كاينش اللي ما كيعجبوش. اليوم ان شاء الله غادي نديروه، وصفه جد سهله، ما كتطلبش مجهود كبير، ما كتطلبش تقنياتها بسيطه، اي واحد بامكانه يديرها. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندنا نص كيلو ديال اللوبيا رطبتها في الليل، ضروري ترطب الليله قبل، ويا ريت تبقاو تبدلوا ليها الماء مره باش نتخلصوا باكبر عدد من الغازات، باش نحاولوا نتخلصوا من الغازات اللي فيها. كاين اللي كيسلق قبل ما يطيبها، انا كنبغيها تبقى محتفظه بالعناصر الغذائيه اللي فيها، ما نضيعوهاش، فكنستعملها كنستعمل الماء ديالها، يعني ماشي كنسلقها عاد تنزيد لها العناصر الاخرى، كنطيبها مره واحده. قلنا عندنا نص كيلو ديال اللوبيا، هذا تيوكل عائله من 5 إلى 6 ديال الاشخاص، شوفوا نتوما على حساب عدد الاسره. عندنا جوج حبات ديال الطماطم كبار ولا ثلاثه صغار، عندنا جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم كيزيدها اللذه، تنظن انه ضروري في الوصفه ديال اللوبيا. عندنا ثلاثه المعالق ديال القزبر والمعدنوس، نص غنستعملوه دابا ونص غنخليوه حتى الاخر. عندنا جوج فصوص ديال الثوم او معلقه ديال الثوم مبشور، عندنا معلقه ديال التحميره، عندنا معلقه ديال الخرقوم البلدي، عندنا معلقه ديال الهريسه، عندنا نص معلقه البزار، وعندنا نص معلقه ديال الكمون، ونص كاس ديال الزيت البلدي. تقدروا تخلطوا ما بين زيت المائده والزيت البلدي وزيت الزيتون ولكن راه زيت الزيتون كيزيدها اللذه، بالنسبه لي انا ضروري يكون فيها زيت الزيتون. المهم بداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو هي نحطوا اللوبيا ديالنا في الطنجره، من بعد غنزيدو الطماطم. لاحظتوا راه ما درتش الملحه، لان الملحه غنخليها هي الاخر. طماطم مركزه، ثوم، قزبر ومعدوس، غنديرو النص والنص غنخليوها تطيب باش يحتفظ بالنسمه ديالو، النص دابا والنص تطيب، تنحلو عليها ملي طيب. هنا التحميره، هنا الخرقوم، هنا الهريسه، كتبقى حروح حسب الذوق، هنا نص معلقه بزار، هنا نص معلقه كمون، ما كنكثرش الكمون باش ما يعطاش المراره. كندير الزيت البلدي، ومن بعد كندير الماء الكافي. اللوبيا كتبغي الماء، يعني ديروا الماء مزيان، اللهم تلقاوها تحلوا عليها تلقاوها باقا الماء وتزيدوا باقا فيها المرقه وتزيدوا تشربوها، ولا تلقاوها لصقات لكم، الاحسن ديروا الماء الكافي. صافي دابا غادي نسدو عليها وغنخليوها طيب مده ساعه، ومن بعد غنحلو عليها ونشوفو الشكل ديالها.
بالنسبه اللي بغى يطيبها في الطنجره العاديه ماشي في طنجره الضغط ممكن، ولكن بدل ساعه غيطيبها ساعتين، نتلاقاو من بعد ساعه. وهذا هو الشكل ديال اللوبيا ديالنا من بعد ما طابت. دابا غنضيف الملح لانني ما طيبتهاش بالملح باش داغي كطيب. غنزيد قزبر ومعدنوس اللي خليت، وغنزيد قطرات من زيت الزيتون. غنخليها واحد شويه تغلى، ومن هادي توصل للقدر ديال الختوريه اللي حنا كنبغيو، وها اللوبيا ديالنا وجدات. بالنسبه اللي كيقول لك ما درتش البصله والسكينجبير، علاش؟ انا كندير البصله والسكينجبير اللي كنت مطيباها باللحم، وملي كندير البصله والسكينجبير كنستغنى على الكامل، هكا كتجيني ألذ وبصحة وراحة. هاللوبيا ديالنا وجدات، تلقاو في صحن التقديم تشوفوا الشكل النهائي ديالها.